فقرة نحكي فيها عن القيم الأخلاقية، عم نحكي فيها عن التسامح وهي المساحة الروحانية اللي عشنا فيها بالشهر الكريم. ناس كتير عادت حسابات بحياتها، وناس كتير اتصافت وتصالحت مع أرواحها وبلشت من جديد، ولكن بعض الأشخاص بعد ما ينتهي هذا الشهر ممكن هيك يصير عندهم برود ويرجعوا لحياتهم الطبيعية اللي قبل شهر رمضان. احنا اليوم كيف قادرين نكفي بهذا خلينا نقول النظام الحياتي الجديد اللي هو متسامحين مع انفسنا ومع المحيط اللي حوالينا يا هايدي؟ صحيح يا رشا، واكيد لحتى نغرس هي القيم المهمه والصفات الحميده عنا اكيد لازم يكون في عنا خطوات اساسيه لحتى تكون هي القيم موجوده، مو بس بشهر رمضان، اكيد نحن تمتد معنا بكل حياتنا كرمال هذا الشيء اثر بشكل ايجابي على اطفالنا، واكيد اثر بشكل عام على المجتمع، وكرمال نحن اليوم ننشئ جيل سوي نفسيا واجتماعيا. رح نعرف تفصيل أكثر عن الموضوع مشاهدينا، وبسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ محمد لبابيدي الباحث في التراث. صباح الخير أستاذ. صباحك هايدي، سعد صباحك رشا، وسعد صباح طبعا كادر هذا البرنامج والمشاهدين أينما كان. أهلا وسهلا بحضرتك وفطر سعيد عليك وعلى عائلتك. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير يا رب. مرقنا بالشهر كان مساحة كتير كبيرة للناس، يعني لحتى اليوم كل حدا فينا يوقف على مرايته وياخذ الشيء الإيجابي ويخلينا نقول يتخلص ولو شيئا ما من السلبي. مع حضرتك هيك بدنا نرجع لهدول القيم المهمة اللي مرقنا فيهم خلال الشهر الكريم. طبعا احنا دائما بنقول إذا جاعت الجوارح فاضت المشاعر. دائما الإنسان احنا بنقول دائما بالتنمية البشرية حتى بنقول إنه الإنسان هو عبارة عن جسد وروح. لازم يكون في توازن بين الطرفين. طبعا لكن الماديات إذا غلبت انقتلت الروح وانقتلت مثل ما نقول المثاليات، وأصبحت المثاليات شيء يعني سخيف أو شيء يضحك عليه. يعني كل إنسان سبحان الله بيبعد عن مثل ما منقول المثاليات والأخلاقيات، وكذا عرف إنه هو غرقان بعالم من الماديات، واللي بيغرق بعالم من الماديات ما بيشبع. دائما الغرق بالماديات مثل الإنسان اللي بيشرب من البحر، كل ما شرب أكثر كل ما عطش أكثر. فبيجي شهر رمضان بصراحة حتى يرد يضبط هذه العلاقة، فمتلاقي الناس كلها بتصوم من الفجر وحتى المغرب، هنا سبحان الله بتلاقي الجسد جاع، وبالتالي مثل ما نقول تقوى الروحانيات، تقوى علاقة الإنسان بالسماء. ونحن أخلاقيات شهر رمضان يعني من المعيب أن نقول هي خاصة بشهر رمضان، فإذا انتهى رمضان الله موجود، رب رمضان موجود، فعلاقتنا نحن مو مع الزمن إنما علاقتنا مع رب الزمن. تمام أستاذ محمد، اليوم أكيد للأهالي في دور كتير كبير لتكريس هي المفاهيم الأخلاقية، شو فينا نخبرهم اليوم لحتى ينموا هي القيم لحتى يغرسوها اليوم عند أطفالهم من عمر صغير؟ يعني أنا برأيي كرسوها بأنفسهم لحالة تتكرس بالأطفال. يعني الطفل سبحان الله ما بيسمع الكلام مثل ما بيشوف الأفعال. يعني إذا قلنا له للطفل لا تكذب ونحن عم نكذب قدامه صبح ومساء، إذا قلنا له عطي ونحن عم نبخل على بعضنا على أخي وإختي، فأكيد هو حيتعلم بالأفعال. اليوم دائما وقل اعملوا، يعني شو معنى تعملوا؟ يعني خففوا حكي وكتروا عمل. دائما الإنسان نتيجة نقص الأعمال بيحكي كتير، لاحظت كيف؟ فدائما احنا بنقول دع اعمالك تتكلم عنك. فالطفل وبشوف مثلا الاسره متماسكه، الاسره اخلاقيه، الاسره متحابه، هو اوتوماتيكيا حيطلع من هذا النوع. يعني الانسان دائما ابن بيئته، صح؟ لاحظت كيف؟ فانت لا اشتغل صح، ارجي ابنك اخلاقيات الصح، ارجي بنتك الاخلاقيات الصح، مو شرط نكون مثاليين. هو احنا دائما احنا نسعى للمثاليه. احنا هلا مثلا كنتوا عم تحكوا قبل شوي عن الدراسه والشهادات، اكيد احنا ما بنقول للطالب يعني اطلع شحط ماشي الحال، احنا شو بنقول له؟ صعود العلامه التامه، مشان يعني اذا اجاب اقل بعلامه او علامتين. فنحن دائما احنا بنسعى للمثاليات لانه احنا ما حنحصلها، يعني ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، هي القاعده تبعنا. فنحن دائما نسعى الى الاعمال، الى الاعمال في المنزل، الى الاعمال في المدرسه، الى الاعمال في الاعلام. وانت بتشوف مثلا بالمدرسه الاستاذ والمدير والكادر، وبتشوف بالاعلام مثلا التوجيه يعني عن طريق المسلسلات، عن طريق مثلا الاغاني، عن طريق كذا. انت بتعرفي انت وضع البلد او وضع الامه، شوفي ابدا دائما مسلسلاته
وأغاني صحيح تعرفي وضع هذا المجتمع بصير ترند. يعني اليوم نحن نتأثر يعني، وهذا مرقنا بالشهر الكريم بعدة أعمال درامية أثرت بالشارع السوري بشكل كتير كبير بغض النظر عن نجاحها أو فشل هي الأعمال الدرامية. نحن عم نحكي عن التأثر، وقت اللي عم نقول نحن قيم وأخلاق عم نحكي عن تشاركية خلينا نقول مثلث بين الأهل الفرد والكادر التدريسي أيضا. يوم هذا الشخص أو الطفل لحتى نقدر نأسسه صح ويعرف شو يعني قيم رمضانية ويستمر بهي القصة، مفروض نحن يكون في تشبيك بين هدول الثلاث جهات. قد ايه اليوم مهم دور الكادر التدريسي المدرسي الكادر التأهيلي والنفسي؟ طبعا نحن يعني حتى نحن من ناحية التعليم بنسميها وزارة التربية التربية، فالتربية قبل التعليم. نعم. لأنه إذا كان ما في تربية وإجا تعليم بيكون العلم له أثر معاكس، له أثر ضار. فالتربية هي الأساس، والتربية مثل ما قلنا وقت بيشوف الإنسان الكادر التدريسي ذو خلق، يعني مثلا الأستاذ والله أنت لك عشرته في سنة ما سمعت منه كلمة يعني سيئة، ما سمعت منه مثلا نكتة أو كذا يعني فيها مثلا انحراف أو فيها مخلة بالآداب، فأنت إجمالا تتأثر. ومثل ما قالت طبعا رشا أنه الإنسان يتأثر بما يرى، يتأثر بما يسمع. لذلك حتى مثلا أنا وقت بشوف الأستاذ وبشوف آليته، كثير الناس مثلا تعجب بالأستاذ فبتقلده، بتصير أوتوماتيكيا بيقلد حركاته. تعجبي بممثل مثلا بتصيري بدك تلبسي مثله، بدك تحكي مثله. لذلك في قرار كثير حلو مثلا بفترة سابقة أنه مثلا منعوا التدخين في المسلسلات، هي كانت كتير شغلة رائعة لأنه الإنسان فعلا بتأثر. وقت أنا بعجب بممثل يعني وهو البطل وكذا وعم شوف السيجارة، إجمالا هذا الطفل وهذا الشاب بده يأخذ هذه الشخصية، فاقتنت بباله بالسيجارة، اقتنت بباله مثلا بمثلا. وقت أنا بخلي التفاهة هي النجومية أنه هذا الشاب اللي هو ضايع وهالبنات وهالكذا هو النجم، معناته أنا بدي يصير مثل حكايته. أول ما أروح على المدرسة بروح على مدرسة البنات، لاحظت كيف؟ فأنا بصراحة صارت هاي البيئة تبعنا. وللأسف كتير بتشوفي مسلسلات يعني عم تنعرض بشهر رمضان وكأنه طالعك من هذه الروحانيات. صحيح. نحن طبعا دائما نسعى لتكريس الأخلاقيات. أنا بقول دائما اللي عم تشوفه على الشاشة حتشوفه بالواقع. فإذا بتشوف مثلا عنتريات وأنا ما عم بتقيد بالقانون وأنا باخد حقي بإيدي، فبتشوفها بعدين بالحارة عندك. لاحظت كيف؟ أكبر دليل يعني معظم الشارع السوري عم يصفر هاي الفترة، يعني اليوم متأثرين بشخصية مرقت بالدراما السورية خلال الشهر الكريم. يعني أنا شفتهم يعني صفير بالشارع مع الاسم يعني. فاليوم تأثر كتير بهاي المراية، مفروض يصير في تصحيح لإلها يعني. تماما. هو المشكلة مثل ما قلت لك يعني رشا، أنه وقت أنا بكون هدفي المادي ما عاد يهم الأخلاقيات. يعني أنا وقت بدي طالع مسلسل بدي أنشره مشان المادة، مشان أنا منتج بدي أربح، فأنا ما عاد بيهمني الأخلاقيات، بصور الشغلات اللي غير لائقة، بحكي الشغلات الغير لائقة، بسخرها بالمجتمع. والله مثل مثلا بحد المسلسلات صاروا يعلموا فن التلطيش، يعني إنه عرفت يحطوا يعلموا يعني سبحان الله بدك تلاقيها بالواقع. صح. لذلك نحن عليكم انتم كاعلام الله يعطيكم الف عافيه دور كبير بترسيخ المفاهيم. نحن ما بنقاس، يعني هن يصطفلوا وهن يشتغلوا ونحن بنشتغل، ودائما بنعرض امام المواطن امام المشاهد المقياسين. لاحظت كيف؟ فالشيء السيء هو اللي بيرشدك على الشيء الحسن، ودائما الناس بتلجأ بالنهاية بعد ما تجرب السيء بدها تبحث عن الحسن. لهيك المفروض اليوم يعني انه الكادر التدريسي يكون عنده مسؤولية أكبر. بالرجوع للسؤال لحضرتك، انه اليوم جدا مهم اليوم التشبيك، حدا ينتبه للطفل هذا يعني كان بالمدرسة أو بالبيت. طبعا يعني أنا مثلا بعض شفتي مثلا ببعض المدارس للأسف عم يرددوا الأغاني المسيئة، الأغاني اللي الهابطة، عرفت علي كيف؟ لأنه كتير انسمعت وكتير انطرقت. فهون بيجي دور الموجه، يعني اللي بيحطوا بالمدرسة يسمى موجه. شو معنى موجه؟ موجه تربوي، موجه نفسي. يعني أنا بصراحة أقول لك أنه هذا الكلام غير لائق، هذا الكلام غير مناسب. يعني بتشوفي مثلا أنت أحيانا بتلاقي طالعين من المدرسة، كنا من زمان يعني نطلع من المدرسة تشوفي سبحان الله الرتابة والأناقة والهدوء، لك هلا عم يطلعوا عم يتقاتلوا برا، يعني صريخ وعياط كأنه طالعين شو بيقول لك كانوا بسجن وطالعين. فنحن هون دور المدرسة، المدرسة مو بس بالمدرسة، المدرسة بتشوفي الموجه عم يتابع دائما الصفوف، عم يتابع الطلاب، عم يتابع الناس، في اجتماع أولياء أمور. لاحظتي كيف؟ في تواصل. هلا بالعكس نستثمر نحن وسائل التواصل الاجتماعي مشان يكون في تواصل بين المدرسة وبين الأسرة، لأنه هذا الطفل نبتة،
هو حيمثل مستقبل البلد. فإذا ما اعتنيت فيه أنا معناتها أنا بشكل عام ما عم اعتني بالبلد. أكيد. ويمكن أستاذ خلينا نكون واقعيين، إحنا اليوم ما بنقدر نمنع الأطفال من متابعة هي الأعمال، ولكن يمكن اليوم لازم مثل ما ذكرت حضرتك لازم يكون في وعي وانتباه إن كان من الأهالي أو المدرسين، توضيح أكثر شو عم بيصير. خلينا ننتقل لنقطة ثانية واللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم عايشين بعصر من التطور، بعصر من التكنولوجيا. اليوم بتلاقي الأطفال بعمر كتير صغير كل واحد فيهم ماسك تليفونه، دايما على الفيسبوك، دايما يعني عندهم صفحاتهم عم ينشروا اي شيء، عم يتابعوا، بتحسهم انهم منفتحين على كثير امور. قد ايه اليوم في اثار سلبيه لهذا الموضوع، ونحن كيف بنقدر نخفف من هي المشاكل؟ هلا انا عملت محاضره برمضان على صناعه المحتوى. يعني هلا مثلا بتلاقي كثير المحتويات الهابطه هي اللي عم تصير ترند. يعني اطلعي احكي لك كلمتين غلط او اعملي حركه غلط بتصير ترند، لكن انت شو اديتي بالمجتمع؟ مثل الأغنية اللي بتطلع مثلا وبتهبط تاني يوم، لاحظتي كيف؟ بينما الأغاني اللي إلى معنى وإلى ثقافة وإلى كذا عايشة عشرات السنين. لذلك احنا دائما بدنا نقول للطفل، الطفل بيفهم على فكرة وبيحب الحوار، لا تربيه عن طريقة القمع ولا تربيه عن طريقة الترعيب والترهيب. حاوره وقل له هذا المحتوى لوين بيوصل ولوين بيأدي وليش هن عملوا هذا المحتوى. لاحظتي كيف؟ احيانا مثلا المصيبه انه بيكون مثلا ترند على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، بيطلع بيحكي كلام غير لائق، فصار عادي انه ينحكى كلام غير لائق. انتبهت عليه؟ انه نسب نحن على وسائل التواصل الاجتماعي وانا ترند، بسب وبشتم، معناتها بصير السب والشتم عادي. الناس بتحبه. لاحظتي كيف؟ ايه طبعا، لذلك نحن بدنا ننبه انه انت قبل في امانه، في أمانة. أنا بيهمني إذا بقدم أنا محاضرة ويكون عندي متابعين بالمئات أفضل ما أقدم شيء سخيف ويكون عندي متابعين بالآلاف، لأنه كل ذلك كان عنه مسؤولة. يعني هذا المحتوى اللي أنت عم تحطه على الفيس وعم تحطه على اليوتيوب وعم تحطه على كذا، أنت مسؤول عنه. المادة ما بتتم، يعني يا ما ناس كانت فوق صارت تحت، لاحظتي كيف؟ لكن المحتوى شو الرسالة، شو البصمة اللي عملتها؟ لاحظتي؟ نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أنت مثلا عارف أنه أنت لك أثر هذا المحتوى اللي عم تقدمه، يعني لك الدنيا مو كلها مصاري، عرفت علي كيف؟ هذا المحتوى اللي عم تقدمه شو عم يساعد المجتمع؟ بكرة ابنك بيعاملك نفس الشيء، ها؟ انتبهت علي كيف؟ وقت أنا بقدم محتوى قاسي، محتوى سيء، ابني حيتابعني وحيطبقوا علي. انتبهت علي كيف؟ لذلك نحن دائما يعني اسعى لزرع الأخلاقيات، لأنه بالأخير حتعامل بها. وبالنهاية هذا الطفل هو مراية أهله مثل ما منقول، بيكبر كيف ما ربوا أهله هو حيعطي هذا المجتمع. كونه اليوم عم نحكي عن مجتمع وعم نحكي عن قيم أخلاقية وطقوس عشناها بالشهر الكريم، خلينا نروح لمفهوم التسامح وأهميته والاستمرار فيه. طبعا نحن من باب التسامح، هي التسامح بالاساس من شانك، يعني انت بدك تسامحي في الاهل، بتشوف تقول مثلا سامحيه، بتقول لك لا والله ما بسامحها، ما بسامحها. لك سامحيه وكذا، بتقول لك والله الفزع على صلاه الصبح مو مشان تصلي مشان تدعي عليها. انتبهت علي كيف؟ يعني برمضان بيستنوه مشان مو يدعوا مثلا لهم، بيدعوا على فلانه، بتدعوا على فلان. لحتى اليوم الاسم الكامل. وبتقول لي امانه اعطيني اسم امه مشان الدعاء يكون مستجاب اكثر يعني. فنحن بصراحه بنقول دائما انت التسامح من شانك مو من شان الشخص اللي عم تسامحه، لانه اثمن ما يملك الانسان هو الطاقه. الطاقه اللي احنا بنعرف انه بالانسان في عندنا 7 شكرات طاقيه، هذه الشكرات الطاقيه هي حياتك، هي نفسيتك، هي صحتك وعافيتك. هذه الشكرات طبعا اذا كان في غل، في حقد، في اسى، في حزن، في الم، في مثل ما بنقول عنف، في كذا، هذه الشكرات بتفضى وممكن تنقلب سلبيا. فبتلاقي سبحان الله نتيجة هذا الحقد ونتيجة هذا الألم صار في وجع كلاوي، صار في تضيق شرايين، صار في عدم انتظام بضربات القلب، صار في سكري. لاحظت كيف؟ فأنا وقت بقول لك سامح، سامح أول شيء في محاسب، لا تحاسب أنت. يعني مثل ما احنا بنقول دائما يعني يلي أخذ لك خبالك. صحيح. مثل ما الإمام علي عليه السلام رضي الله عنه وقت قال أنه يعني وقت يعني حمد الله أنه هو المظلوم، أمره ليش؟ قال له المهم أكون أنا الظالم. لاحظتي كيف؟ فأحيانا أنك إذا اخترت بين تكون ظالم ومظلوم، لا أكون مظلوم. انتبهت علي كيف؟ فنحن بصراحة بنسامح حتى تكون طاقتنا سليمة. الإنسان اللي بيسامح بتلاقيه يعني بصير عمره 70 سنة وهو بعمر 20، وهي المكيودة والحقودة والكذا، بتلاقي عمره 20 بس عمره بتلاقي كسمك قسم 40، لأنه الخلايا هرمت.
لاحظت كيف نتيجة هذا الشحن. فنحن دائما بنقول لا سامح. حلوة المعلومة استاذ جدا، لو انه حتى هذا الشيء اللي بداخلنا بيأثر على مظهرنا طبعا وعلى طبعا. انا بتيجي لعندي على المركز الاستشاري يعني صبايا مثلا بعمر 16 سنة خلاياها بعمر 40، انتبهت عليك؟ والعكس صحيح. وبتيجي واحدة مثلا ما شاء الله بالستين لكن بتلاقيها فتية نقية. لذلك التسامح قوة. أكيد. أن تعفو عمن ظلمك قوة. لاحظت؟ هلا هو الأفضل إنه ما تخلي حدا يظلمك، لكن إن حدث إنه يكون في عفو وتسامح. شو مبعث العفو والتسامح؟ إنه مو أنت اللي محاسب. يعني وقت أنت مثلا بدك تحاسب وتاخذ مثل ما نقول كل شيء بإيدك وكذا، رب العالمين بيتركك لحالك، أما وقت تسلم الأمر لله سبحان الله بيكون حقك أقوى. بس أحيانا يمكن نحن مجتمع كل حدا له تفكيره الخاص وإله منطلقه الخاص بالحياة، بس تعقيبا على جواب حضرتك، بعض الأشخاص بفكروا هي القصة ضعف. صحيح. يعني ما بيقلبوا أنه أنا متسامح متصالح مع نفسي، مآمن بربي واليوم بقدري، ممكن يشعروا انك انت حدا ضعيف ويتمادوا معك. فلهيك ممكن يكون بعض العقاب هو ضروري ببعض الاوقات. احنا استاذي دائما نقول شو قلت انا ببدايتي، الافضل انه ما تخلي حدا يظلمك. حلو الانسان يكون قوي وحلو يكون انسان يعني متمكن، لكن انا عم اقول ان حدثت هذه الحاله، ان حدثت هذه الحاله مو تضوج وتكون المشكله صغيره بتسويها هيك. يا ما ناس مثلا من وراء هاي الفكره انه اخي انا ما حدا بيقرب علي وكذا، كانت مشكله صغيره علقت بمشكله كبيره. يعني مثلا انا وقت كنت صغير يعني علقت بخناقه صغيره، اجوني هذول رفقاتي قال خافوا علي وانا بعرف، علقوني بمشكله اكبر، ضربوا الولد، رحنا صرنا علقنا بعلقه افظع من الثانيه، لك لو فكيتنا كان احسن، صرنا نلف الموضوع يعني تاع علي وخلصني ولا تجي معي وتشربكني. فدائما هي العنتريات وهي اللي كنا نشوفها وتجمع والشبريه والكذا، لك هي كلها افكار سلبيه. لحن انت في عندك قانون، انت في عند انت عايش ببلد ما لك عايش بغابه، اذا لك حق تطلبه عن طريق القانون. لاحظت كيف؟ والقانون قوه. وبنرد بقول لك انه الافضل الافضل انه ما تخلي حدا يظلمك، يعني لا تظهر كمان انت ضعيف، لا تعطي طاقه ضعف، لا تعطي مسكن وضربت عليهم الذله والمسكنه، اعطي قوه. ولكن ان حدثت مثلا وتعرضت لمثلا ظلم، يعني لا تقوم الدنيا وتحطها، انتبهت علي كيف؟ يعني سبحان الله بيجوز يعني الله كتب انه تاخذ حسنات هذا الانسان مثلا يعني. لاحظت كيف؟ ودائما شو بيقول مثلا يعني انت صلح خاسر خير من قضية رابحة. تمام. أستاذ محمد خلينا نوضح كمان شو هي الأخطاء الشائعة أو الأخطاء التربوية اللي بتلاحظها اليوم موجودة بزرع هاي القيم الحميدة اليوم عند أطفالنا. والله أول شيء العنتريات اللي هلا كثير للأسف المسلسلات الشامية بصراحة رسختها في المجتمع. هي العنتريات والبوجأة تمام والعياط والصريخ وكذا، هذا أشياء سيئة. القوة هي القوة الفكرية. حلو. القوة بالعلم، القوة بالمنطق، القوة بالحكمة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حلو تكون قوي تعلم، حلو تكون قوي خذ حكمة، حلو تكون قوي اعتمد على نفسك وعلى ذراعك بالعمل وبالإنتاج وبالعطاء. لاحظت كيف؟ مو بالعدوان ولا بالخناق ولا بالضرب ولا بالقتل ولا بالبوجة مثل ما نقول والعياط والصريخ، بالعكس العياط والصريخ بيعطي ضعف. فهي أول شيء هاي القيم بدنا نقيمة. ثاني شيء قيمة اهتمام بالوقت. يعني أنا وقت بشوف فيلم والله مدته ساعتين من شان عم نشوف شلون هاد بده يحب هي وهي كيف بدها توقع مرت زوج فلانة، عرفت؟ أنا سبحان الله عم بتطلع هيك لكل المسلسلات صارت يا خيانة يا عنف يا كذا. يعني هذه القيم صرع عم ترسخوها مشان شو؟ مشان بيقول لك اخي هذا الواقع. لك حتى لو كان واقع انت بتمثله بصير عم ترسخه. طب يعني انت مثلا في عندنا صفحات بيضاء اللي هن الاطفال لك لا توسخها. صحيح. انتبهت علي كيف؟ دائما انت انشور السلام، انشور النور بيروح الظلام. اكيد. وهي الفتره جدا مطلوب الحذر بكل ما يعطى للاطفال، ان كان عبر التواصل الاجتماعي او عبر المنصات او حتى على المنصات الاعلاميه. شكرا لحضورك اليوم، يومك حلو وهيك ان شاء الله كل ايامك خير وتسامح. شكرا رشا، شكرا هايدي، ان شاء الله كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله يا رب دائما اجتماعاتنا القادمه ان شاء الله في أعياد مصرنا بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد لبابيدي، وأكيد أهلا وسهلا فيك نورتنا. شكرا.